انا بشوف طبعا الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كله كلام رائع جدا، ولكن في نفس الوقت الاثنين اللي امام حضراتكم، وهنا انا بخاطب كل جمهور النادي الاهلي، الاب والام، الاب والام، الام والاب لهم دور كبير جدا 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 في وجود هذه النجمه وهي قاعده امام حضراتكم وبتتكلم بهذا الشكل. الحقيقه عشان كده انا اصريت الحقيقه النهارده ان هم يكونوا موجودين معانا علشان نقول لهم بالفعل انتوا عرفتوا تربوا. اعتقد ان كل الامور او السنوات العمر اللي تعبتوا فيها خلال عمركم كله اعتقد باينه جدا. اخيرا يا كابتن سامح يا مدام مديحه، لو حضراتكم عايزين تقولوا اي حاجه لنهله او كابتن نهله وهي قاعده امام حضراتكم، اي حاجه حضراتكم عايزين تقولوها اتفضلوا. اتفضل. انا عاوز اقول لها ان شاء الله ربنا يوفقك في حياتك الجايه، وولادك بإذن الله هيطلعوا زيك مخلصين للمكان اللي هي هيلعبوا فيه، وهيطلعوا لأنك انت اللي هتربيهم، لأنك انت فعلا مثال يعني ناجح في كل حاجة. أنا فخورة انك انت بنتي يعني. كابتن سامح اتفضل. أنا بقول لها أشكرك، أشكرك وأشكرك وأشكرك لأنك أسعدتيني زي ما أسعدت جماهير كتير جدا سواء على مستوى النادي الأهلي أو منتخب مصر، ولا تتخيل مدى سعادتي. كانت كل ما تحقق بطولة أو تكسب ماتش أنا كنت ببقى يمكن فرحان أكتر منها. فأنا بشكرها وبتمنى لها التقدم في حياتها والصحة والسعادة، وربنا يكرمها ويوفقها وببعت لها احلى بوسه. انا اللي بشكرك جدا يا فندم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يعني كابتن سامح. انا اللي بشكرك جدا مدام مديحه، بشكركم جدا 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 بجد، انا شرفت بوجود حضراتكم معانا. شكرا جزيلا يا فندم. شرفنا والله. شكرا جزيلا. طيب الاب والام بهذا الشكل وبهذا المعنى حاجه جميله جدا جدا.